الحلوة من اليابان وصاحبها راجل غلبان. عبود عبود عم عبود سلام عليكم. عايز ايه؟ كنت عايز ميكروباصين احطهم على الجملة، قصدي جملتين احطهم على الميكروباص. اسكت خالص، الإلهام حضر. هو فين ده اللي حضر؟ بعدين بعدين. طب وغلاوة جدو رمسيس عندك يا عم عبود؟ ياه جدو رمسيس كان أول واحد يكتب على العربية، بس كان آخر يكتب اسمه واسم عياله. ده حلمي أنا حضرت الوالد كمان حاج أحمد حلمي. تعرف إن هو اللي كتب عضة أسد ولا نظرة حسن؟ كانت قلب الدنيا في التسعينات. أنت بتتكلم معايا ليه؟ مش قلت لك بعدين؟ يا جدعان عم عبود إحنا كنا بنتكلم كويس، أنت راجع قلب صحيح. خلاص خلاص ماشي مش هزعلك. خد دي مشي نفسك بيها. رميت همومي في البحر. طلع السمك يلطم. سمك ايه اللي يلطم في الموقف ده يا عم عبود؟ احنا بننادي في ابو قير. اه صح، سمك ايه اللي هيلطم في الموقف ده؟ طب خد دي. يا زمن جرحك نساني ملامحك. لا لا مش حلوه دي. طب خد دي. احفظ شكلي واستنى مشاكلي. مستوى الحج كان احسن. اه باين عليك تقليدي وعايزني انحت. لا يا حبيبي انا عبود عبود يعني تلزم الحدود. حلوه دي جدا. انت بتنك عليا كده ليه؟ انت نسيت نفسك؟ امشي يلا منين؟ امشي يلا. لا يا عم عبود خلاص انا باجي. لا اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. ما تبصليش بعين رضيه، بص اللي اندفع فيه. عزيزي المشاهد، لو اخذنا اله زمن ورجعنا حوالي 15000 سنه قبل الميلاد ووصلنا كهف لاسكو في جنوب فرنسا، هنلاقي الانسان ولسبب مجهول قرر انه في لحظه ما يعلم على الجدران، طقت في دماغه يسيب بصمه، يرسم رسمه، يحفر حكمه، يهبد هبده. فرسم خطوط وعلامات ورسومات من الطبيعة كلها بتأكد إن الإنسان نقاش بطبعه، وبمرور الوقت ربنا كرمه وبدأ يحول الأصوات اللي بيتواصل بيها دي إلى رموز، وبعدها اتطورت إلى لغات كتيرة وأرقام. الإنسان مش بس كتب على جدران الكهوف والألواح الطينية والمسلات والمعابد، ده كمان كتب على جلود الحيوانات والعظام والورق، ده كتب على الحور العتيق وعلى رمل الطريق، وكتب على أوراق الشجر. ده ما سابش حاجة إلا كتب عليها. بهدل الشقة نلاقي الأطفال. ما الأطفال دي طالعة بتعمل كده ليه؟ مع عشان اجدادها في الكهوف كانت عماله ترسم على الحيطه هي كمان. ايه يا بشريه في ايه؟ حتى ورق النتيجه اللي بنعلقها في المطبخ، انا والله اصحى ابص في النتيجه الاقي مكتوب خبز الوطن خير من كعك الغربه. في ايه؟ انا بحب الكعك. في ايه؟ ويوم تاني يقول لك المراه الحكيمه تضع كثيرا من السكر في كل عباره تقولها لزوجها. لا افرضي عامل دايت، نفضل نحط سكر؟ مش عايز سكر. في مقال جميل للكاتب الجميل جورج اورويل، لماذا اكتب؟ اورويل كان محدد اربع دوافع للكتابه. الاول حب الزي. يعني حاجة كده بنتمنظر بيها. تاني دافع إدراك الجمال، بنعبر عن إحساس في جمل خلابة. تالت دافع الإدراك التاريخي، الإنسان بيكتب عشان يشوف الواقع بعينه ويسجله لنفسه وللأجيال اللي جاية، حاجة كده بتدفع الإنسان لحفظ ذاكرته. ورابع دافع السياسة بمعناها الواسع، يعني رغبة الإنسان في توجيه العالم في اتجاه معين. وهنا بقى خلينا ناخد هذا الكلام ونرجع للمنطقة بتاعتنا احنا، منطقة رمسيس، التكاتك بقى والميكروباصات. نشوف هذه العربات المتحركة ونحلل العبارات اللي عليها، وهنا نقدر نستخدم كلام أورويل اللي اتكلمنا عنه من شوية على هتاف الصامتين. ايه هتاف الصامتين ده يا ابو حميد؟ هتاف الصامتين ده تعبير ابتكره عالم الاجتماع سيد عويس، وهو اسم كتابه اللي صدر من 50 سنة عشان يرصد هذه الظاهرة. نقدر نقول ان السواقين اللي بيكتبوا العبارات دي بيكتبوها لأغراض معينة في انفسهم، زي ما قال أورويل مثلا في اول نقطة، عندهم حب الظهور ولفت النظر، بيحط التاتش بتاعتهم على حاجة بتاعتهم. شفنا مثلا حد كاتب على عربيته الحلوة خوخة جت بعد دوخه، ما تزعليش يا قطه بكره تبقي تويوتا. وبالمناسبه دي كانت حاجه مكتوبه على سوزوكي تونايه، تحس كده في حاله عشق ممنوع وهيام بين السواق وعربيته. وفي اللي كتب انا مش جايبها تغنيني انا جايبها تسليني، او انا الناظر والباقي مناظر، او اللي كاتب عملنا روحنا بايدينا ومحدش خيره علينا، او انا الاساس والباقي شنط وكياس. مش فاهم ايه الفكره الحقيقه. وناس تانية تكتب الرايق نزل الكل يعتزل. الحقيقه ان كمان السواقين بقى عندهم ادراك لحاجه جميله في النص، زي ما اورويل اتكلم في النقطه الثانيه، يعني مثلا شايفين السجع مزيكا في الكلام المرصوص، سواء هو اللي ابتكر العبارة أو نقلها من الموروث الشعبي. شوف السجع مثلا هنا، أنا زي ما أنا بس خليت الجدعانة لناس معينة. يخرب بيتك إيه العظمة دي. وركز معايا في اللي قاله سواق ميكروباص بيحب القصة وبيقدر المواعظ وفاهم يعني إيه تكنيك فني، فكتب على ميكروباصه صحاب مين؟ ده عشري بقى إبراهيم. يا نهار أبيض يا عزيزي المشاهد، دي عبارة إعجازية. خلينا نقف عندها شوية. سجع تاني، سجع بقى دي من عندي. للوهلة الأولى تحس الموضوع واضح يا أبو حميد، إيه نقف عندها ليه؟ الراجل عادي بيتكلم عن زمن الصحراء
الصحاب لانه بيستنكر صحاب مين، وفي النص التاني بيجاوب ده عش بقى ابراهيم. لكن عزيزي المشاهد، مين عش وابراهيم دول؟ دول احمد السقا وعمرو واكد في فيلم ابراهيم الابيض. فاحنا قدام احاله ضمنيه الوجن، يعني اشاره غير مباشره لفيلم مدته ساعتين اتلخص في 6 كلمات. وبدل ما يقول لك كلام عادي زي زمن الصحاب انتهى، احالك لفيلم وقال لك عش بقى ابراهيم. احيانا كمان السواقين بيكونوا عايزين يسجلوا انطباعاتهم عن الواقع واللحظه التاريخيه اللي بيعيشوا فيها، وده غالبا بياخد صوره غضب واحباط، فيقول لك مثلا العالم فلسوا والناس الطيبه خلصوا، او الصحاب في كل حته والكويسين 5 6، او في المصلحه كله معاك وفي الشده روح وانا هستناك. لو في ايه يا عم، في ايه، ما تعالى معايا، استنى انت بروح انت انا بحصلك بعدين. كل مره بتقول لي كده ما تجيش، قلبي مات واتدفن وجسمي عايش ومستني الكفن. تحس ان اللي قال الجمله دي باتمان. الحاجه الرابعه هو ان السواقين احيانا بيكون عندهم رغبه في تاكيد قيمه معينه. السواق بيحس انه له دور اصلاحي زي اي مفكر. شفنا مثلا البحر واحد لكن السمك الوان، اتصور ان صاحب التوك توك ده بيروج للتعدديه والتعايش. وشفنا مثلا عربيه نقل عليها عباره للبيع وتحتها جمله الجمل لو نخ مش عيب، الرجوله في الدم مش في الجيب. وبنلاحظ كمان ان السواقين بيستخدموا اللغه لممارسه العنف اللفظي. ازاي؟ لما تبص للعبارات المكتوبه دي تحس ان في حرب شوارع بين السواقين. اسمع معايا كده، عجوز بس رياضي والذكر يقف قصادي، اللي يلعب مع الديب يستحمل التعذيب، هتعدي حدودك هنهي وجودك، التوك توك اللي ما فيهوش صايع حقه ضايع. ده معناه يعني ان هو صايع، او يمكن يكون يعرف حد صايع تاني في توك توك تاني. قدر تتقدر، تغلط تتقدر. واحد تاني كاتب في حاله الشكوى من القياده اخبط دماغك في الحيطه، اللي هو انا حتى مش هقفلها لا سجع ولا قافيه، كله اخبط دماغه في الحيط، حتى اللي بيسمع، حتى قواعد اللغه العربيه. وفي اللي خاف يتاكل حاف، ولو زعلان والله البحر مليان. ده على عكس الاولاني، لا التزم بالسجع بس برضه اخبط دماغك في الحيط، او لو بتعرف تعوم انزل بقى. وفي الخربوش بخرطوش، لا ده مجرم ده خطر ده ابتعد عنه. وفي اللي يدوس على طرفنا يستحمل قرفنا. كل دي عبارات ممكن يتفهم انها عنف لفظي واستفزاز، صح طبعا، ولكننا ممكن نبص لها بصه مختلفه شويه. دي ممكن تبقى تحذيرات تهويش، يعني عشان تعرف حدودك وما تدخلش في الصراع على الاسفلت. يعني زي ما بعض الحشرات بتعمل تمويه عشان تبان انها سامه فتبعد عن نفسها الخطر، الانسان كمان بيهوش بالكلام بدل العنف المادي، يعني وسيله تحذير تحفظ الامن الاجتماعي. ده والله العظيم كتر خير اللغه، والله العظيم. الشتيمه ده المفروض، ده اول واحد شتم ده المفروض نديه جائزه نوبل. بيب بيب. في نقله هنا عزيزي المشاهد، كنا احنا بنتكلم على العربيات وكده، يعني الظاهره دي مش محصوره في عربيات النقل والاجره بس، انما كمان بنشوفها على عربيات الكبده. خلينا اعترف ان في عبارات بتكون مخيفه شويه، يعني لما عربيه الكبده يبقى مكتوب عليها الصمت لغه العظماء، لا فالمطلوب ايه؟ مش فاهم، يعني اكل واسكت، عايز اعرف ايه الكائن اللي دخل جوه بقي ده والشطه اللي في ايه. عشان كده اقول لك الصمت، ومش النقل والاجره والعربيات اللي في الشارع بس، ده كمان العربيات الملاكي دخلت على الخط، ولكن بنسبه قليله شويه، وفي كتير من الاحيان بيكون مكتوب عليها بالانجليزي. المساله قد يكون ليها بعد طبقي كمان، فمثلا شفنا as I am a doctor try to be patient، طبعا هو بيقول لاني دكتور حاول ان تكون صبور. الفكره بقى ان كلمه patient هنا ينفع تبقى patient اللي هو اصبر، وينفع تبقى patient اللي هو مريض، ويعني برضو بيقول لك ان هو دكتور، او يقول لك same shit different day، نفس القرف ولكن يوم مختلف، او don't small us، ده يعني بيحاول يقول ما تصغرناش، يعني بيقولها بتريقه يعني عشان برضو يبين خفه الظل. كل هذه العبارات وغيرها سجلها الكاتب والمترجم عاطف عثمان خلال 11 سنه من 2008 لحد 2019، فلما نقارنها باللي سجله عويس سنه 1970 القارئ هيلاحظ مدى التغير في محتوى العبارات وموضوعاتها او النغمه او التون بتاعها. السبب ببساطه ان المنتج ده بشري وتاريخي، يعني بينتجه بشر في فتره زمنيه ليها ملامحها عشان يعبروا عن نفسهم ورؤيتهم للعالم والقيم في زمانهم، فالمقارنه ممكن تفهمنا التغيرات خلال 50 سنه دول. هنلاقي مثلا مواضيع زي الشكوى من الحسد مستمره، لكن بصفه عامه اللغه المستخدمه والنغمه حصل فيها اختلاف. ازاي؟ اقول لك، بعض العبارات المعاصره فيها شتيمه واحيانا اهانه ما كانتش مثلا بالحده دي في السبعينات. بقينا نشوف مثلا حاجات زي ما تبصش يا عبيط دي جايه بالتقسيط، او بدل ما تبص لها هات جردل واغسلها، او عينك يا لوح دي جايه بطلوع الروح، ما تبصش لعجلها لا تجيب اجلها، حسد انا فخم وانت رخم. في السبعينات عويس سجل عبارات متاخده من عبد الحليم وام كلثوم، النهارده بقى في اغاني مهرجانات، فتلاقي حاجات زي لما اللي منك يجرحك مستني مين يفرحك، او قلبي خزان مليان احزان. السخريه كمان والسوداويه زادوا جدا دلوقتي، فتلاقي مثلا رميت في البحر همومي طلع السمك يلطم. اعيدها تاني رميت في البحر همومي طلع السمك يلطم. في واحد يقول لك في ناس من كتر اللف والدوران بدات تدوخ، هتقولها كرسي يا جماعه، لو الحياه خوف الموت راحه، يا ساتر يا رب يا جماعه، حد يبقى اطمن على الراجل ده والنبي، ده سوسايدال بقى، حب هان صاحب خان دنيا ملهاش امان بس خلاص. وفي اللي يقول لك اللي يصعب عليك يفقرك، وده مثل شعبي مشهور.
عزيزي المشاهد كنت هتكعبل. ايوه المشاهد الجميل، خلينا نتفق ان السمة الاهم في سواقين النقل والاجره، ان الغالبيه الكاسحه منهم ذكور. الله، طب ايه اهميه تفصيله زي دي يا ابو حميد؟ اقول لك انا، هيمنه الذكور على الشغلانه لازم تخلينا ننتبه للعبارات الجايه. لا امانه لشمس الشتاء ولا دموع النساء، اتنين مالهمش امان، الفرامل والنسوان، خايف حط احمر شفايف، او حب ايه يا جاهل، مفيش بنت تستاهل. ومن الواضح ان العبارات دي بتنقل وجهه نظر ذكوريه، وده خلانا نفكر ونتامل. الله، طب تخيل لو الستات هم اللي بيسوقوا العربيات دي كان ايه اللي هيحصل؟ يعني لو مجتمع الستات هي اللي بتسوق فيه الميكروباصات ممكن يكتبوا ايه؟ هقول لها عزيزتي المشاهده، اكتبي على عربيتك وميكروباصك وتوكتوكك عباره جلوريا ستاينم، اومن وذاوت امان از افيش وذاوت ابايسيكل، يعني الست من غير راجل زي السمكه من غير بسكليتة، يعني الراجل ملوش لازمه. واختاري بقى العباره المبتكره اللي تناسبك، اطبخي يا جاريه، اغسل مواعين يا سيدي، قلتهم يا مها زمن الصحاب انتهى، تفرحي يا حزينه هو بالساهل مفيش راجل يستاهل، وفي واحده لطيفه احترمنا البورس افتكر انه تمساح وعمل علينا ذكر، وفي التقدير ما عجبش ام هدير، مش عارف بقى انزل سمر كورس اعمل اي حاجه مش مشكلتي، وفي هي اللي عايزه راجل سندال تدور عليه في سوق الاندال ومش هتلاقيه.